لعبنا حتى لعبوا ديما هاد لا ميم مانيير ديروا في داركم نتوما لعبوا بنفس الطريقه يعني حنا عندنا 10 غيابات نصف منها بسبب جائحه كورونا والنصف الاخر بسبب يعني تشنجات عضليه مساله عاديه تتوقع في نهايه الموسم لكن ادينا بكل تنافسيه سنلعب بنفس الروح سنلعب بالطريقه اللازمه في المقابله المقبله في فاس اون فوا جوي لو جو كل من بدا تكافؤ الفرص احترموه وكو لي دو ميور زيكيب اللي استحقوا هما اللي صعدوا الحسم الوطني الاول لو كون هلال الطير كان شد فرقه من الاول كنا نشوفوا وداد تمار الان ما سير على المقدمه تقدر تكون في القصه نقدروا نكونوا نزلوا للهوات الا كنت شديتهم في الاول لا بالفصل تو با ديفيني مون كوليغ رضا حكم في ان بون طراي هو اللي قال لي ريكروتمون ما مشاوش مع النتائج مي كملنا العمل ديال السريضة يعني جميع مكونات النادي تستحق الشكر وتستحق التنوير